السؤال الأول، ما حكم التسبيح بالسبحة؟ بارك الله فيك، تفضل يا شيخ، ما حكم التسبيح بالسبحة؟ تسبيح بالسبحة إذا كان يعتقد فيها فضل فهذا لا يجوز، لأن هذا بدعة. أما إذا كان عادة من باب العادة أو لأجل عد التسبيح فقط فهذا لا بأس به، مثل ما يسبح بأصابعه أو بالحصى، ولكن كونه يسبح بأصابعه أفضل.